دخنا الدليل لو كان عاريه ما عندنا ود الشيخ ناي مودا تخذ كونت لي هذيا تبخيريو كنا نغير تبايليو اي سمعن اخبرنا هنا خان حاتتنا يوم اي سمعن لو مي ساعه صباح تاع خبكيو نحنا قالنا هنا عطفينا اي غارانتيو ميغريشن ناتو كيزري خمسه بارو 14 years جيلانو فيك ابليكيشن 14 years جيلانو زعلي 10 واحد عام تاثير تخدم بارني so he have to reapply when he reapply كم حدش كرتتي بركه نسرعات 95% ارتراو انتايل مسيف زحدي تهاسي تهاسي غايمش اذا حساو كنا في السودان كاينو ابلاي غيرو حقيزه انا خابو محنتي ودي حامي ميلو ابز مسيق لومي موت ناس ناس اسعلو بموت هزم ناس اسعلو بموت عديت ناس حقالو لو مقلنا اي موداتي ابزيات حبابيرنا كنا القصة لنا اسينا ناس رح Naisaska, no work permit. All these singers in this hotel today, one of them, his asylum paper was fake. He claimed he was tortured by the dictator, but today he's singing for the dictator. The other one, he came from the state, no work permit. So we have to work on that. We have to let the Canadian immigration, who the people they're bringing here is not a taxpayer. It's a, the system abuser. So we make sure we have to fight. Harai,